الحقيقة والله أنا مش عارف أجيبها لحضراتكم إزاي، يعني شايفين حضراتكم الخبر ده بيتكلموا عن إيه؟ معلش يعني في غلاء في الأسعار هيحصل، فمعلش بدأت الحكومة كلها خرجت تتكلم، يعني رئيس الوزراء بيقول آن الأوان إن إحنا نشوف بقى حاجات ملحوظة والمواطن يشوفها، ده رئيس الوزراء ده تاني رتبة في الدولة المفترض يعني والعياذ بالله يقول للتجار كن فالتجار يقولوا يكون، فيخرج عبد الفتاح السيسي من ورا منه زي ما حضراتكم شايفين كده وبيقول للتجار معلش يا تجار انتوا لو ما نزلتوش الاسعار يا تجار الدولة هتضطر تدخل وتغزل برجل الحمار يا تجار. فمعلش يا جماعة، معلش معلش يا شعب مصر، حقكم علينا. اي نعم بعنا المدن المصرية بتاعتكم وبعنا شركاتكم وبعنا كل حاجة املا في ان معاليك تلاقي رغيف العيش، معلش اضطرنا نرفع عليك اسعار البنزين. طب ولما رفعنا اسعار البنزين ايه اللي حصل عليك؟ السكر اللي بيتحط على الكنافه في حضور مدام انتصار مع عبد الفتاح السيسي والنساء الحيزبونات اللي كانوا قاعدين معاه المؤتمر بتاع عيد الام، معلش رفعنا اسعار البنزين معلش عليك اهو. فلما رفعنا اسعار البنزين عليك خرجنا واحد من الاراضيش الداعمين لعبد الفتاح السيسي عشان يقول لك معلش ارتفاع الوقود لازم يترتب على ارتفاع الاسعار 20%. يعني ايه ايها المواطن؟ اقول لحضرتك يعني الحاجه اللي كانت ب 100 جنيه ولما بعنا المدينه المصريه راس الحكمه نزلت ل 90 جنيه، معلش هيغلى عليها 20% علشان اسعار الوقود ارتفعت، يعني هتبقى بكام؟ يعني معليك بدل ما كانت ب 100 قبل بيع راس الحكمه هتبقى ب 115 دلوقتي. معلش بقى استحمل، والله والله تقريبا القارات السبع الواحد زرها، والله انا ما شفت في حياتي شعب بيتعامل بهذا الطريق، والله ما شفت في حياتي شعب بيتعامل بهذه الطريقه. عارفين حضراتكم البلاد اللي سيسي قال عليها احسن ما نبقى زي سوريا والعراق وي وي، والله الشعب بتاعها ما بيتعامل بنفس الطريقه. بعلك مدينه مصريه نزل لك سعر المنتج بتاعك اللي كان ب 100 جنيه دولك ب 95، رفع اسعار الوقود رفع لك سعر المنتج ل 115 جنيه، يعني بيع المدينه المصريه زي ما قلنا كان من اجل السيسي عايز يسد الديون اللي عليه وما يشيلش هم سداد القروض فتره مؤقته لغايه ما الفلوس اللي معاه تخلص ويرجع يبيع لك مدينه مصريه تاني، ويخرج لك اللي يقول لك تحيا مصر. تعال بقى نشوف اهل مصر بيقولوا ايه بسبب الغلاء. الاسعار ما نزلتش يا مكسيكي، الدنيا غاليه زي ما هي يا مكسيكي، الدولار بقى في السوق وفي البنوك ومفيش سوق سودا والاسعار زي ما هي يا مكسيكي، مفيش حاجه رخصت وانا قلت مفيش حاجه هترخص. يبقى المشكله في الاول ما كانتش مشكله الدولار يا نجم، يبقى انت بايع غلط وعملت غلط وبهدلت الدنيا غلط. الدنيا مش مشكله دولار يا نجم، ما انا قلت من الاول ايه علاقه الفاصوليا والليمون والجرجير بالدولار؟ انت مش عارف تمسك البلد يا ريس، بالاخر يا ريس انت مش عارف تمسكها. اعمل زي لاميس لما قالت لمرسي الشيلة تقيلة سيبها، الشيلة تقيلة عليك يا ريس سيبها يا ريس لحد تاني نجربه جايز يطلع حلو، سيبها يا ريس سيبها بدل ما انت زهقتنا في عيشتنا. بقى يا ريس اقول لك نزل الاسعار يا ريس نزل الاسعار، والنهاردة مزود البنزين يا ريس، بتزود البنزين يعني كل حاجة زادت، كل حاجة زادت. ليه يا ريس؟ ليه؟ ليه؟ بقى احنا عمالين نتحايل عليك، ليه بتسودها في في وشنا كده يا ريس؟ ليه مسود حياتنا كده يا ريس؟ بقول لك ما بنعرفش ننام، ما بنعرفش ننام من الارتباطات والحاجات اللي ورانا، انت بتستفاد ايه من الحاجات دي؟ انت ليه يا ريس كده بتعامل، انت عامل شعبك ليه كده؟ ليه يا ريس كده؟ ليه مزهقنا في عيشتنا ليه يا ريس؟ مسود حياتنا ليه يا ريس؟ الشيلة تقيلة عليك يا ريس سيبها يا ريس لحد تاني نجربه. بص يا ريس قعدت تقول انا نعمل ونسوي ونخلي مصر في حتة تاني ونخليها غنية وسنتين وتتفرجوا على مصر، ما ديتش في مرة قلت ان شاء الله فيقوم ما فيش حاجة اتحققت. دوحة راح يشتري حمار من السوق، فاصحابه قالوا له رايح فين يا دوحة؟ قال راح نشتري حمار من السوق. قالوا له طب قول ان شاء الله، قال نقول ان شاء الله، الفلوس في جيبي والحمار في السوق. وهو راجع قالوا له فين الحمار يا دوحة؟ قال ان شاء الله الفلوس اتسرقت. يعني الانس لو كنت يا ريس قلت ان شاء الله كانت كل حاجه اتحلت. النهارده قلت منزل ابص على وجوه الناس في الشارع عامله ايه،
الاقي الناس ماشيه يا عيني بتكلم نفسها، كله بيتكلم على الزيت السكر، اللي مراته تتصل بيه يتنرفز عليها في التليفون يقول لها اجيب لك منين واسوي منين، والناس بتخش المولات وبتطلع يا عيني ايديها فاضيه، عاوزين يجيبوا حاجه رمضان مش قادرين، يعني عاوزين يجيبوا حاجه رمضان اللي متعودين عليها هم وعيالهم، بيطلعوا يعني ايديهم فاضيه مش عارفين يشتروا مش عارفين يعملوا ايه. يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، الشعب جاع، اقسم بالله تمن طرفة دورة 8 عمر ب 5 جنيه ماشي، دي ب 10 جنيه اللي هنكون نجيبه 4 جنيه، دي ب 10 جنيه. تعال خش بقى في المصيبة اللي جاية، كنت بتجيبه ب 2 جنيه ده بجنيه 2 جنيه اصبر. يا سيادة الرئيس دورة بقى بكام بقى؟ ب 5 جنيه، يعني دي كنا نجيبها بجنيه دلوقتي ب 2.5. اقسم بالله احنا في ايام سودا، والله في ايام سودا، علينا نفقة علينا الدنيا والدنيا خربانة ومفيش شغل كمان، اقسم بالله ما لاقيش شغل خالص، الشغل وقف والدنيا خربانة معانا، احنا هنا في مصر والدنيا خربانة، هي حامل اتنين موتونا وخلاص، احنا مش راجعين ناكل ولا راجعين اي حاجة. يبقى المشكلة ما كانتش مشكلة الدولار يا نجم، يبقى انت اتصرفت غلط زي ما اتصرفت غلط في كل حاجة يا نجم. وبعدين يا مكسيكي، طب انت مش عارف تلمها من الاول انت ورجالتك، ورحت ملبسها في الدولار من الاخر. هي دي موضوع بسيط جدا يا جماعه، معلش شوفوا يا جماعه، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، يعني بلاش تاخدوا الامور كلها على اعصابكم كده، يعني عادي الموضوع كله ايه اللي حصل فشلنا يعني؟ طب ما ايه يعني؟ ايه يعني بعنا مدينه مصريه والناس قالت ايه يعني يا راجل اتبعت مدينه؟ ايه يعني؟ يعني بعنا ارضك وشرف يا راجل، احنا شغالين في كده من زمان، من 10 سنوات بنبيع ارضنا وشرفنا عادي جدا، بعنا تران وصرافير، وخرج ابن مالك قال ماما اللي قالت لي بيعها، الشعب قال له ايه؟ تحيا مصر. لا الناس رفضت. طب واللي رفض اتنكل بيه، واللي خرج بره مصر والكلام ده كله، طيب تمام. الناس بتقول يا اخي يا اخي، ده انت لما بعت مدينه راس الحكمه مفيش واحد من ال 100 مليون نزل ورفع يافطه في الشارع وقال لك يا سيسي انت خاين، يعني الناس سكتت وخلاص، بقت موضوع بيع المدن والعرض الناس خدت عليه خلاص، اتس فاني نو بروبلم مع الحكم العسكري خاصه مع عبد الفتاح السيسي، بس الناس بتقول لك بما انك انت خاين ما عندناش مشكله، يكش تبيعنا احنا شخصيا بس نلاقي ناكل، قال لك لا والله ما هاكلك. هاكلك مين يابا؟ الفلوس دي عشان فستان آية وأرصدة محمود السيسي والجنرالات اللي لازم تاكل وسداد الديون بتاعت الأصول الرئاسية ومدينة والعاصمة الإدارية وأكبر برج وأطول مسجد وأعرض كنيسة والحوارات دي كلها والطائرة الرئاسية، كل القروض والفلوس والمدن اللي بنبيعها لكم ده علشان أسد قروضي أنا وأولادي، أنا عشانك أنت ارفع الأسعار يا حبيبي عليهم وارفع البنزين، هو ده شعب مصر. وصدقا وحقا طالما ساكت يا باشا وانت راضي والموضوع ده كله خلاص، شيل شيل واستحمل. سلام عليكم.